نكت النكد عم فيصل بلا هالنكتة عالنكد راح فين؟ مرة هالنكت أنا حافظة صاحبي من زمان، مرة هاللي نكتة عالنكد بيقول لك واحدة نكدية موت اتجوزت واحد فمن كتر النكد قال لها بصي احنا نخلي يوم في الأسبوع للنكد وارحميني بقى الأسبوع، قالت له نأجز تحب يومي؟ قال لها يوم الجمعة من كل أسبوع ده يوم النكد. فجاء يوم الخميس ده بترقص في البيت بتعمل ايه؟ قالت له بكرة النكد بوك. والله بس الخرج يا جماعة كان فيه نكت ولاش حد. وفي نكت أبيحة طبعا ما ينفع كولها تانك برده. أقول لكم نكت أبيحة؟ مرة على حمام دي كمة الأباحة. إيه الأباحة دي؟ ماما عايزين نقول أم الأخبار. الله يخرب بيتك، اللهم اجعله خير يا رب. احنا شعب كل ما بيضحك يوم ما تيجي جايه له مصيبه، ما احنا بنضحك على اللي بيقول لك نادي القرن برضه هتيجي مصيبه.